دكتور؟ بقى دكتور وبعدين؟ هو مش بوقت اسمع يا ابني مربي دقنه؟ دكتور ومربي دقنه اه بيلعب بالموز؟ اه اشول ولا دي؟ اشول؟ اه يا انس صح سنج اوكي صح خلاص اشول يبقى انس ده سبحان الله تعالى انا وانا يا اسطى ما تبصش دلوقتي انا ببص حاسس طبعا عشان الايد مالكش دعوه ماشي يلا خلاص شيل بقى يخرب بيت غبائك انت شفتها؟ اه عايز صوابع ايه؟ سيبها خلاص مالكش دعوه خلاص؟ ماشي خلاص يلا يا صبري استنى بقول لك انت اقعد امتى بقى؟ حلوة حلوة بياكل بس حلوة يا انس ممكن اشوف الصور؟ طبعا يلا يا عم انت هتوصفه ازاي؟ مش عارف توصفه حرام عليك ما يلا يا عم شعر راجل على جنب شعر على جنب عنده دقن عنده لحية ماشي خفيفة زي كده ماشي اتكلم اخلص اخلص ها ايه اهبل لا على فكرة انا لو اي حاجة فيها اي حاجة صبري نسوي ايوه يا حاج ماشي تمام انا صبري عايز يقولها لا بلوكش طب ما كنت افتح بقى شويه تعالى ادي الموبايل اللي بيسمع امسك يا صبري انا المفروض ما اشوفهاش صحيح خلاص نبدا صورته كويس على فكره دي حركه ماشي على فكره ده اعتمد على فاهم انت اللي عارف الشخصيه هو ده اكتر من سنه تعالى صور ابراهيم بقى ولا صور الاثنين ما انا مصورهم والاثنين مصورش وشه صغير ما تتكلمش ساعه نظره ضعيف عنطوس قوي روش ابراهيم ما تقلش ادبك يا عم صبري على طول بيضحك سعيد بيفتح بقه ابو شيف صح سعاش يا شيف ها ايه عشان احنا بنصور دلوقتي هو يشوف حاجتنا ابو شفا يا عم ابو شفا ادي لا بس محمد صلاح محمد ده يلا مين اللي هيشيل طب انا عايز اشوف الصوره ما تعرفش ترسم انت يا صبري لا انا بعرف بس مش باين اصلا ابو شفا ده حد شغال مش عارف تعمل تدور على رجلك كده عشان اعيدها يا جدع ماشي استنى عايز اشوف ايه انت اللي مش انا يا عم هو صبري اللي المفروض ما يشوفهاش صبري انت شفتها دلوقتي هتمثل لمين؟ هيمثل لصبري ما هو صبري معايا ماشي شوف اصلا الصوره استنى يا خلص يا عم العبيط اصل الصوره مش باينه يلا ابدا مثلا خلاص مش مهم خلاص كده كفايه قول لي بقى قول لي ابدا الصوره مش باينه اصلا سامع شعر ورا؟ ماشي ابراهيم محمود صح يا زلمه يلا مين اللي هيمثل تاني؟ ادي موبايل للكابتن تصدق افتكرته ادي موبايل ليه يعني ما بديهاش احوص اللي هيمثل ها مين؟ طلع تعالى اختار انا مش مثلت لك طب اخش انا مثلت صح لا يا جدعان على كده يا يخسر احنا عايزين ناخد كده بتاع طلع ماشي؟ انت هتنزل الريحه قاعد بس ما نسيبها حاول ليه كده خلاص صعب قوي صعب قوي ايه هات عليه هات عليه مش بتبان لا هتبان كده بانت خلاص كفايه بقى كفايه اقعد بقى يلا مثل تعالى يا عم انت عشان شكلنا هنضحك ضحك بص طويل عسل عريض مش عريض رفيع طويل ورفيع طويل وابد طويل وابد لا فاهمك غلط طويل مش تخين ما تتكلمش ولا رفيع متوسط وطويل ايوه ايه شغال فلاح ايه في الزراعه انجز فيه ما عادش فاهم ايه ما عادش بقول له كلمه ثانيه وما عادش في الزراعه في الدفعه كلها غيري خلاص انا اول ما في الزراعه انت قول لا لازم تقول طلع صح يلا مين اللي عليه؟ مين اللي هيجي يمثل؟ انا مثل انت صح انا المفروض هيمثل لك يا لهوي يا خبر اسود تعالى طب انت شلته ليه؟ انت خبطه ولا ايه؟ لا مش اصل هو مش باين بص عشان اوضح انا اللي اعمل لك ايه انا دلوقتي خلاص ماشي شغال شيل يلا يلا اشتغل يا صبري تمام ايوه خلاص ايه طب قول تتكلم انت بتتكلم عادي مش موجود معانا مش موجود في البلد مات مات ايه يا عم؟ صاحبنا قوي بيكتب على السبورة كان قاعد معانا وبيكتب بيكتب وبيبصر بيكتب ايه بيكتب ايه بيكتب كتابة الراجل بيساعد على طول أنس كمل 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 طيب مش موجود معانا أنت مش موجود ما تتكلمش يا عم الحاج أبوك موجود بيكتب على طول كل 30 ثانية بيكتب على طول معانا في مش معانا خالص توتو مدرس مدرس ايه ثواني خدنا معاه هنا درس شوف بيدي دروس ما بيديش دروس خلاص 5 سنوات بس خلاص مين جمال رشاد عمال اقول لك بيجمعنا جمال رشاد على فكره انت مش عارف دي الموبايل لا انت اللي اخترت انت مش عارف تصور توصفه صح مين اللي هيمثل مش عارف اوصفه هوصفه ازاي اسمه ده يعني اي وصف كنت دخلت باجي لا انت اصلا مستحيل كنت عملت لك كده اي حاجه طب ما ماشي طباعك عادي دي غيرها يا عم هي كده خلاص مره طيب خلاص بروكس تاني صور صغير انت جاي كل حاجه كل حاجه ماشي حلوه؟ انا دي حاول تصور انا ثبتها انت صورها دي سهله جدا خلاص سهله جدا طيب يلا طيب وابدا اولا مش عاوز اعملها على طول عشان ما تبقاش رخمه ماشي لا اعملها على طول لا مش هعملها على طول كان بيقعد جنب الشباك زنق ابو ابراهيم زنق اسلام زنق بروكس في الشباك ورفعه يا عم على فكره سبعاوي عبد الرحمن معه بس سبعاوي بدل مسك النجم مين اللي كسبان مين اللي زي بقى احنا زي بواحد مين اللي هيمثل؟ هو ده انا هجيب اللي عندك. انت طلعت بطيخ اصلا؟ لا 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 بس حلوه يا ابني. انا قلت رافعه. مين ده؟ عارفه؟ لا ده نسيت اصلا. بص صور صور الصورة دي. لا انا عارفها. وريني انا الصورة دي. ماشي. ماشي يلا ابدا. خلاص ابدا يا عم انت ركز في التصوير. صور انت. لا انا مش هعمل دي مسألة حسابية. لا 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 نهار اسود. ده اللي عارف الصورة مش عارف. استاذ محمد ريحان انت ايه اللي جاب ده يا نهار اسود؟ وقت مستقطع. جبت حاجة؟ اركنها بقى اركنها. كده دلوقتي عشان هتبرد لو بردت ماشي نوقف دلوقتي. ننزل على الأرض. واقف يا عم على الأرض على الأرض. هنوقف طبعا عشان في لسه. ايه ده ايه ده بلوكس انت جايبه؟ ايه ده؟ هو ده كريب؟ على فكرة انا ما اعرفش الكريب. ضحك عليكم ما جابولكش واحد؟ ايه ده يا بلوكس؟ كريب كريب كريب؟ طب افتح عشان نشوف عشان تبقى دخلت التصوير من اوسع ابوابه. هو ده كريب. وانا صورنا كمان وانا صور بتاعنا اهو. بس يا عم انت امسك انس امسك انس سيبك من اهو شايف ده؟ ده اسمه كريب. وخالد كمل. انا وانس ومحمد نور. ايه ده ايه اللي فيها محمد نور كده يعني انا مش رجعت بتذاكر 20 سنة ورا. في 6 ابتدائي. بس أنا وأنس و في سنة رابعة في سنة رابعة ابتدائي. هات صورة على كنا مع بعض. جميل. أنا وأنس كنا قاعدين مع بعض في دكة واحدة. التالت بقى هو ده. التالت ده مين؟ أنا وأنس في رابعة في ابتدائي عموما. بس انا وانس عبد الرحمن فوزي صح. قشطة عليك يا صبري. انت بتسأل عن ازاي؟ بس فوزي بس هو كان قاعد معانا في الدكة. يقول لي رفعه كمان كنت انت سبعة والله. قول سبعة انت زمان انت هو صبري. ايوه ايما استنى يا عم انا فهمتهاش. يا حلاوه يا خساره. مش هقول لك هقول لك انا ابراهيم صح؟ لا انا عارف انا مين. هي مش واضحه كده كده صح؟ اه هات بقى. هو طالما طلعت عارفها كده انا عارف. لا واضحه. واضحه؟ محدش يعرف يقلده زيي. بس يا بلوكس انت كده بتقول لان انا فاتحه اصلا كل حته. اتكلم دماغه مخه شعره جبال. صور صور الواد ده وانا اصلا عشان اللي بتكلم هو الصوت بيطلع ولكن شكله بيطلع كده كله في الكادر. ماشي ايه؟ كرسي في الكلوب يا صفر. شعره زباله وتنك وتنك. ماليش دعوه بيمشي يعني اكيد بيمشي يعني مش بياكل. ما بياكلش بيشرب. انجز عشان الوقت ما تنامش. تعالوا هنا طب كلنا مش معانا هنا. صاحبنا قوي حسين صح. ايه انت شفتها؟ قال لك هترد على الوصف بتاعه. لا هو تعبان اصلا خلاص يا ابني بسترها بقى. كملها معانا انت بتختار صور اساسا. انا اللي بختار. يا يومي وريني الصوره. لا بص انت تعالى اسمع عليك وعلى ربنا. فين الصوره؟ يا نهار ابيض. شافوا 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 شافوا. لا شوف يا عم شوف. ما تعرفوش. روح هناك روح هناك. ما شفتوش بجد؟ ربنا هتمثلها زياده يا صبري. انت بتمثل مين؟ ليه يا شفتوه؟ لا لا هو اسلام ما بيكدبش بصراحه في دي ما صدقكش. مش معانا في الصور؟ امال يعني هو جابه منين يعني لما مش معانا في الصور؟ غبي قوي. مش معانا هنا. معانا هنا؟ من معانا؟ بيغرق ده صحاب؟ هو انا صحاب؟ اعداء. في الكفر؟ عليك الاسلام ده صايع على فكره، ومفيش واحد فاهم اسلام زيي على فكره. انت شفتها يا والله شافها في الكفر. طب اراهنك ان هو شافها وبيعمل كده. فاضل 10 ثواني. ايه يا عم وعلى طول كده؟ احنا ما نحلش احنا استنى برضه كمان. صدقني شافها. لا مش فاهم زمان، ايام زمان. تمام شافها. اتفضل دقيقة كده. على فكرة هو صعب قوي، صعب قوي انك توصف ده بالذات. ليه يا عم؟ ده بالذات ملوش أي حاجة. طب أنا أوصفها الإسلام بعد ما أخلص. في الكفر. مش موجود معانا هنا؟ مع جنب أنس؟ جنب أنس؟ مصطفى حفيظ. يا ربنا، لأ. جنب أنس ما أنت عامل برضه 30 سنة. بعيد عن أنس؟ اخوه ابعد عنه مع انس محمود سامي. حضرتك هتبقى عارفها. ايوه والله انا عارف، انا عارف اسلام والله. انا ما عايش حاجه جديده. معصمين يا عم. انا عارف اسلام. لا طب والله انا عارفها، بس انا عارفك والله. انت عارف اما قال لي مع انس الكابتن. بس انت كنت عارفها. انا عارف الراجل، عارفها والله، ما خدتش بالي بيها قوي. انا مين اللي هيمسكها؟ هو يقرا. انت كتبت ياض ولا كتبتش؟ لا ما هو هم كسبانين عاملينكم بواحد. فاكرين بالفرق جول. ده تمثل ازاي يا طلعه؟ طلعه تعالى تشوف. هتعرف تمثله على فكره. اللي بيعرف يمثل الشخصيه هو اللي خبرها. انا عارف اهو. بس يا جدعان ماشي جدع عليك بس خلاص. كده بس انا طلعه كنت هتمثله ازاي محمود سامي؟ لا رخم. ما كنتش اعرف. مالوش علاقه بالسباق على فكره. انا كنت اعرف بالسباق. خلاص لا ملوش حركه مميزه. بس يلا ورينا. ابص اهو. مش طويل الولد ده سعاده. بس كريم على فكره بيقول غلط. ما اصل كده. طب ما هو كده قال غلط. لا اصل هم شله، ما فيش حد طويل. استنى ما ينفعش تقول هو كام واحد. انت تكون متاكد دلوقتي. ماشي طب خلاص ماشي. طب ما هو كده احنا ما حدش هيكسب. لا هيكسب. محدش هيغلط. خلاص كله كده. وعقله صغير شعره اكبر وورته كبيره، عنده زلط في ورته. مش سعودي اكيد، مش سعودي. يا بس يا طويل. طب ما هو على كريم. قال كريم مغطي. انت كده طالع الراجل ده مغطي على طه صح؟ لا اخوه. هو ده اخو واحد بس. محمد كمان؟ كفايه كده بصراحه. بس قلت اسم تاني من اخر المقابله. يا جدعان يا ربنا هادي. انت ما فيش حد طويل تاني يخرب بيتك. يبقى هو قصير متوسط بطولك ماشي. واسمراني شويه ماشي. وشعره اكرم على فكره. ممكن تتمثل يتربى في عز محمد عز. انت عارف ازاي؟ عز ما هو خلاص هو اسمر هو وشه. طيب ماشي صح. بني شويه هتمثل لي. شفتها؟ ايوه انت المفروض تجيبها. لا ايوه انا شايف يا ابني عشان صبري بس. يلا المفروض احمد رجب. شوف كده باينه. ايوه يا ابني انا قلت خلاص الاسم. خلاص 7 طب سبعة. بص طلع ايه ده يا طلع؟ مع طلعت على طول. الصوت ده منين؟ مع طلعت مع ابراهيم. شاور له عليه. استنى اهو خلاص يبقى مشكلة. احمد محمود بس مش فاهم. عبد الله الشاذلي بس ما احمد ايمن. حاج انت هو ايه يا عم الشيله كلها. اخر مره لو قلت اسم غلط ده خلاص. ماشي خلاص انا فاضل لي اسم كده. ماشي حضرتك اسم. ابيض قوي ماشي. شعره لورا بصراحة ورا. ماشي. ماشي، ما هو شيلة المنيب. عرفت. الله عليك يا صابر. طب دخل كلية ايه؟ حاول تمثله كلية؟ هو مش حدش يعرف يا جدعان هو دخل كلية ايه، اقول لكم هو دخل ايه، هو كان اصلا دخل تجارة. المنيب أحمد رجب. صح يا معلم. عمال اقول لك سبعاوي سبعاوي، عمال اقول لك لزانه في الشباك. بس احنا بنسال الحاجات دي، حاجات عالميه دي مش هتفهم. بس الحاجات اللي خارجه، انا الحاجات اللي خارجه تيجي تفهم. انت تعرف تعدل فيها. انا بمثل مين؟ انا بمثل ابراهيم. لذيذ قوي ده، انا هجيبه لك بسهوله ما تقلقش. ياه. بس انا عرفته بالضحكه دي. بص ليك ثلاث ماشي؟ ليك ثلاث اسماء. أربعة. ثلاثة. طويل ونضاره أعلى كوباية. شعره لورا. ستايل. وبيسرح شعره. ايه شعره ناعم؟ اسلام حسام؟ اصل يا معلم ده هو وبقى شكله. ايوه شفت صورته هنا عامله ازاي؟ لا هو بص عايزني شكله عامل وباء. يلا خد الموبايل. ايه اللي يمثل انت كل مره بتمثل؟ لا من المبدأ انت مش ملاحظ. استنى وريني انا. بص الواد ده، بص الواد ده الاقيه. ماشي ما تراش البلاصه. وريني يا صبري. ماشي انا عاوز اشوف. ماشي ماشي خلاص ماشي كده بقى. يلا خليك معايا يا صبري. يلا انت هتتطرقع. مسافر يا عم، اشرح اكتر ما تمثلش. ليك اتنين بس. صح اسمين بس. اشمعنى؟ لا عشان ده هو مسافر. خليك واحد بس. عبد الله خالد. صح كده، ما هو ما فيش غيره مسافر، احنا هنمثل. على فكره اقول لكم حاجه، كان عبد الله خالد كان على طول بيعمل ازاي؟ لما تلاقيه على طول بيلعب كوره. ايوه قبل انا بيبص فوق ويباصي يمين، على طول هو مش باصص على الكوره. على سامع عبد الله طلع بيقول عليك ايه؟ اهو يا عم والله هو كده، والله كنت بتلعب من غير ما تبص عليا كده. سامع اهو. صوته جميل. ايوه شوف اذكروا محاسن يا مسافر. كان صوته جميل. طلعت وابراهيم. يلا ابراهيم اللي هيمثل لي. ها فانا بعيد الصوره عني عشان انا مش عايز اشوفها. ورينا قبل ما تبص عليها انت. ها ليك كل محل لها 3 اسماء. عارفه؟ 3 اسماء. 3 اسماء. حبيب قلبي. حبيب هارتي. لا ابعد عنك شويه وبينك. انت عجل انت. 3 اسماء. ركز معايا. بس مانيش عجل يا عم. بس انا فنطع. ليه 3 اسماء؟ لو قال اكتر من 3 اسماء. لا 4. مش هي 4 انس؟ استاذ. ماشي. طويل وجري. ماشي. وبيمشي بالراحة. قيم قوي. تعبان؟ مش هيعرف المشي بتاعته. هو ده كان دريم بحاجة. ده انا طالعه كده كتير. استنى ماشي عرفت. كمل على حاجه تاني غير الماشيه دي. ايوه قوم انت. يبقى ابراهيم حافظ. استاذ ابراهيم حافظ يعني. ما انا قلت استاذ الاول. ايوه وبعدين جت في النص بقى. ايه بس والله مشيته دي. طب انا عايز اشوف الصوره. طيب بص عليها وريني بس بتاعت ابراهيم حافظ. كنت رسمتله على الحيطه اي حاجه. هو بيرسم. انت مصوره من قفات. طب احنا هنعرفه ازاي؟ انا عرفته بقى. وانا اصلا صبري اللي المفروض ما اشوفهاش. ما شفتهاش. خبر اسود. ده مسخره. على فكره يا جماعه احنا طبعا نعتذر لكل الناس اصحاب الصور ده. انا اعتذر بيه عشان ايه؟ انا معتز بيه وصورتها وبانت وربنا. يلا نعتذر يا عم. نعتذر ولا نعتذر؟ مش هتفرق. الله بيعوم. سباح على الاخر. في 2 سباحين في الدنيا، واحد قصير واحد طويل شويه. القصير محمد قاسم. اول واحد غلط. ماشي. كده انت ليك هو اسم تاني وخلص. لا اسمين ايه؟ هو اصبر. طويل؟ اسلام هشام. صح. هو يا عم مش طويل اصلا يا عم، هو واحد صغير واحد طويل بنقشه اطول منك ومنك على فكره. جده طب ما هو جده بيعرف يعوم وجده طويل. ابراهيم علي، ابراهيم علي هو ايه؟ طويل يا عم يا جدعان، طويل طويل. لا 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 مش اطول، انا بفطرك يا ابراهيم اطول. لا لا ماشي ماشي، مين اللي هينافس؟ ما تسالش انا. وريني السرعه ولا ابص عليها؟ هيشوفها ابراهيم هو كده ليه يعني؟ هو مش هبص يعني. ماشي هات كده وريها لي بقى. انجز يا عم. انت ايه هتمسيها صح؟ لا مش خليك مسيها. لا لا هنأجلها هنأجلها. ماشي اشمعنى ده؟ لا مش عارف. طب انا مش عارف. لا ما خليهم هم يمسكوا لما تيجي. انا مش عارف الصورة على فكرة. ماشي ما انتش تعب ولا صاحبها. قشطة هي دي هي دي هي دي. سهل على فكرة، سهل سهل. ايوه هخلي اللعبة فيه منافسة شريفة. صح؟ سهل جدا. ما تعرفش ايه ماتش مثلا؟ ايه يا عم هو نظره ضعيف ولا ايه؟ سهل جدا سهل جدا على فكرة. ماشي يلا صور صور بقى، صور طلعت عشان تشوف الحاجات دي. ما جاي ضخم شوية هو. ماشي ماشي ما تتكلمش اصلا. وانا خلاص اكون عرفته. بس عرفته عرفته. خليه يكمل خليه يكمل. سخ سخ. ايوه محمد زينو. ايه بقى على ايه مش فاهمها؟ لا انا كنت مره داخل الفصل معاه كوبايه حلبه زي ليه وكوبايه في ايده. ده سخن. وده ما جبنا من ساعتها. خلاص تعالى طلع تعالى. مين اللي بيمثل؟ قال سخن. معلش برضه نازل محمد زينو. معلش زينو يا جدعان. بس زينو. ياح. بس يا صراحة هو يمسح الحاجات دي. لا لا مش ما تعملش مونتاج، ما بحبش انا اشوف المونتاج. الحته اللي ورا مين انت؟ هتقابل بلوكس. وريني انا شفت. طب انا شفت. طب وده مش معانا. عادي. انت بتقول لي ايه؟ انت كده قلت له. اسلام نظره بيجيب. انا ممكن يجيبها من البتاع بس. لا يشوفها من القفا صح. انا هعبط. يا عم اصحاب انت وهو اصحاب. صاحبه. زي بعض. زي بعض. زي بعض هيك يا جمنشن. انتوا زي بعض. معاك مش معاك اخوك زبادي مصطفى صبري. ما تقول يا عم مصطفى. انت قصدك يعني مش فاهم. انت قصدك تقول على مصطفى صبري زبادي يعني؟ لا 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 ده في واد تاني اسمه زبادي. شاور عليه. جبنه هو قصده على جبنه. عارف جبنه؟ دلوقتي جبنه هتعمل ايه انت طبعا؟ هعمل طبعا. بيقول ايه؟ انا ابو طيب ولا انا لا ايه اشمعنى؟ اشمعنى؟ عالية باترينا دي. هو دكتور انس. ايه ده؟ انا قلت لك المفروض من الامر. زعلها يا عم كانها عيلك. ارمي الورقه دي خد يا طارق. دي عشان تكون منافسه شريفه على فكره. لابس نفس النضاره بتاعتك برضه؟ ايوه عادي عادي يعني؟ طيب ماشي انت شوف وريها الصف. اشوفها يا حاج نهر. ده انت عامل الحاج المره دي عليا. بس يلا يلا واحد اثنين. لا ما تقولش ما تقولش نفس الحاجات اللي قلناها المره دي. حوالي مالكش غير اثنين بس. تقول اثنين بس ماشي؟ حواجبه ماشي. تخينه نعم. طويله وممسوحه. تخينه ماشي. هو مش المفروض ما حدش يتكلم خالص. هو ما اتكلمش. لا ما فيش حد يتكلم خالص. لا يتكلم. لا لا اتكلم اشرح انا. ليه اللي هو عايزه طبعا؟ نساله هو يعرف منين؟ خدوده دقنه ماشي. ايوه يا اسلام ما قلتش حاجه اهو. شاورت على الشهاده بس. ورينا عندي. انا اعتزل الاسلام برضه. قوم قوم يلا يا اسلام خدها طلع. تعالى انت صور هنا. صور يا ابراهيم انا تعبت يا عم. صور في الاخر بقت اصعب طبعا. انا هو هيعملها لصبري يا عم. ماشي طب وانا شفتها اصلا. هو عامل كده ليه؟ هو مش عارف. ما هي دي الصور اللي لقيتها بقى. اوعى يا عم في النور هنا. تعال بس كده خلاص. انا ولا ايه؟ انت حول يلا يلا يا جدعان. انت هتصور دول يا عم مش هتصور. يلا رجعنا بالزمن. ماشي حلو. خبطنا في الحيطه. سبعه ولا ايه؟ يعني ليك ثلاث بس. خلاص ماشي ماشي. انت توكيل سبعه ولا ايه؟ بالمريد ماشي. لعيب كوره احمد ايمن صح. اي خدنا صوت. شوف التمثيل حد ياخد بقى. يلا طب يلا بقى. انا اشيل ولا لا؟ 10 يا جماعه انتوا كل ده مش عايزين تجيبوا اللي انا عايزه. يعني ثلاثه هيفضلوا في الاخر. ثلاث اشخاص جامدين قوي يعني مش هيجوا ولا ايه؟ شافها صح؟ لا والله انا مش ماشي ماشي. تكلمني محدش يتكلم. شوفوها بس يلا. تعال صغير. طب تعالى كده اهو. يلا يا مصطبابير. لا بس في الاول ما كانش عشان مسكتك كويس. عملت كده على طول. صح. خد كمل. كل واحد ليه علاوه. يلا نفس الواحده تاني كانك ما قلتش عمرو. يلا ماشي. مين تخين رفيع قصير باسنان رجل بس. خلاص على فكره خلاص. ايه بياخد اللي هم بيسنن. نعم. ايه قول عمرو صح يا عمرو. ايه ده انتوا بتقولوا تمثلوا تغنيات ايه؟ هات يلا مين هياخدنا؟ كان نفسي حسين يبقى موجود والله ابن اللذين. صح؟ وريني الكاميرا يلا يا كاميرا. يلا بلوكس خليك معانا. تعالى كده هشوفها برضه واعرفها. يلا ركز بقى في دي. استنى عشان ما نجيبش اللي جنبي. هو اتنين؟ ماشي خلاص يلا بينا. يلا صور بقى. حط الصوت يا وقت بقى. معاك في قسم محمد نور صح. كنا عايزين نطول. طب نرجع تاني عايزين نطول فيها دي عشان نوريها. طب يلا مين اللي هيخش؟ انت يا ابراهيم. انا اللي هتشرح انت. لا انت اللي هتمثل. انا عملت عمرو. طب يلا مين اللي متقدمين عنكم واحد؟ احنا كده شفتها خلاص. شفتها وريها. الله طب ده مش ده غبي جدا ده على فكره. مش وريها من غير ما توريها بالكاميرا. لا صبري الاول مش هيعرف. ليه يا عم؟ مش هعرفه انا يعني. مش هعرفه. لا مش هعرفه يا عم. اشرح. هو انا ما شفتوش يعني؟ انا ما اعرفوش. يا صبري ما اعرفوش يعني. ما يعرفوش يا عم. ايه رايك صبري يا عم؟ خلاص هات. مش هعرفه. لا خالص نهائي. مين يا جدعان؟ انا ما شفتوش يعني قبل كده. لا خلاص اشرحها اوريك. اشرحها. اخوه ابن عمه ابوه زميله. هو قال كده على فكره كتير. بس ما ينفعش. ما قلتش جامد. دي مش لا ما هو عايز اصلا. امه ابوه. بص دي اخر حاجه. خاله. اخر حاجه ممكن يتوقعها. اخته الصغيره بس ما اعرفش اسمها ايه. نفس انا مش عارف. طب وايه اللي جابها هنا دي؟ انا اتشرفنا. طب جيبها. انت يا عم حاجه غيرها يا عم. صور ولا انت لسه ما انت. انا انت هتمثل تاني يا ابو. هي دي من انا دي من ضمن الشخصيات المستحيله اكيد طبعا. عمرو. طب شخصيه جال. خلاص بالراحه بقى. بالراحه كده وهدي نفسك. طب انتوا وريتهم الصور دي الاول. خلاص ما تتكلمش ماشي. يلا انت بتحرك بقك على فكره. خلي بالك يعني. انت حمار ما تعرفش تطلع على نفسك. سافر. ما سافرش. مش موجود. ساكن قريب من هنا. قريب منك انت. ليك اتنين. ليك اسمين. طب حاجه تاني. ما هو في ناس ولا كتير قريبه مني. ما بيعرفش يقوم. طب خربتك هي دي حاجه مميزه. مصر كلها بتحبس الاول. ما تتكلمش يا ابراهيم. مش انت تتكلم. مايع تمنص. بيحب ينام. شعره ناعم. افرد شغل جنبك. ناعم طري قوي الواد. رفيع مش طري على فكره. بينور. بينور. اقول له كلمه. بيفهم في الكهرباء. نور. خدوده مبتسم سعيد. استنى اشوف الصورة عشان شكلي نسيتها. بره في الشارع وبيمشي معاك على طول. الواد التاني حزي مؤاخذة ما بيعرفش يعوم. مش هو بيعوم. لا نص نص. في حاجة اسمها بيعوم يا لا يا عم. نص ونص. فاضل قد ايه يا انس؟ فاضل دقيقة بالظبط. هتمثل لسه فاضل دقيقة بالظبط. بيعطش. هجيبها هجيبها. طب هو مفيش حد غير اللي هم قريب منهم مين؟ ما انت حطيت له صورتين يعني؟ محمود سامي؟ صح. ده انت طب على فكره انت مش عارف تشرح اي حاجه ولا انت بتشرح اللي هم قالوه. طيب ماشي تعالى طلع تعالى طلع ايه؟ تعالى طلع. لا مش خسرانين. لا مش خسرانين. يلا تعالى نمثل. يلا بقى اجيب الصنه والطريقه. هديك الصوره ولا انت ولا انا؟ يا سيبنا في الاخر خالص خالص. وريني يا صبري. ماشي اشمعنى دي؟ راحت قبل كده محمود صلاح. وعلى فكره ما حدش قال محمود صلاح. لا محمد صلاح. ما قلنا ابو شفا يا عم. سوري يا ابو شفا. محمد. تعمل لي مين؟ محمد. ماشي. وريني انا هنا. نسيبها احسن. يا عم خلاص ماشي. خلاص انا ما طلعتها. الناس دي. انا اختار واحده من دي. هات. وريني. ماشي. وريني يا عم انا مش معاهم. ايوه شوف. ايه ده انت جبت الصور دي منين؟ شافها اظن؟ لا ما محطوطه قدامي بتاع. خلاص خلاص باينه بقى. يلا ابدا يا ابني. خبيها انت حمار. ابدا ابدا صور صور. معانا صاحبنا. دقيقة واحدة دقيقة واحدة بس وانا هاخدها. صبري خد خد دقيقة واحدة بس يا جماعة. خد ماشي عشان تبقى حلوة. ماشي عشان يلا ماشي. تالتة اعدادي تالتة ابتدائي تالتة ثانوي تلاتة مع بعض. ايوه بس يا ابراهيم تلاتة وانا واحد منهم. حسين ابراهيم صح. بتقول خلاص يلا يلا اتفضل اثنين. انا اللي همثل دي بقى. هو ايه هو مين؟ على فكره المفروض العكس. يلا مش نفس الفريق المفروض العكس. لا انا هختار لك. هو لا هو مين ده؟ صورك يا ابراهيم. ماشي الصوره دي عندك؟ في انا والله عاوزها عاوزها. ماشي وريني كده الصورة. وريني هات بقى هات عشان ابراهيم ما يشوفهاش. وريني الصورة كده. ابراهيم يشوفها يا عم. مش هيشوفها. ماشي شفتها دي بتاعتي بس كصور واتمسحت مني على طول. كم صور؟ وريني الصورة كده. بص بص يلا يا ابراهيم. قريب مننا. جايب علي؟ ايوه اه ده انا ما شفتش الصورة. باشا لا مش فاهم يا عم. غيرها يا عم. سن اكبر منك بسنتين. اقعد اقعد عشان مش سنه معانا اصغر. مشي سقط سقط سقط. يعني هي دي اللي جايبها قدام التصوير. يعني فاشل يعني فاشل. ليك اسمين بس. ها كان بيتضرب كتير. فين بس كان بيعمل كده اهو. يا ابني يا سوي ايه؟ قرب عليه قرب عليه. جابها؟ جاب كل حاجه. واللي هو بيعمل كده فعلا يا ابني بس. انت فاضي. ايوه بيقف جون. انت بتقف جون. وقعت واقف. ضربته؟ ضربه ضربه اضرب ضربه. انت واقف في الجول وهو بيشوط الكورة. واقف في الجول التاني. واقف بيلعب ملاكمة كونج فو صح؟ ودخل واخوه في تاني عبد الله على الغني. صح. سلام عليك. انا واقف جون. هي الحركه بتاعته دي. انا واقف جون وهو بيقف دفاع. مش عايز تفهمها. انا عملتها خالص. لا عملت دي لما تعالى صور بس انا اخر صوره. اخر صوره. دي اخر صوره؟ مين اللي هيعملها؟ صبري. ده مين ده اصلا؟ بس ما تتكلمش. استنى استنى استنى. الصورة دي جبتها منين؟ لا جبتها منين بس؟ طب بتاعتي جبتها منين؟ طب استنى انا ما اعرفش مين ده؟ ماشي انا عادي. صور بقى صور. انا اعرفه؟ اهم حاجة تكون انا عارفه. اي صبري يقول انت تعرفه. اه هتعرفه. جبتها منين طب يا عم؟ اسمع طب انا هقول لك دلوقتي. طب هقول لك منين؟ مدرس. حاسب بس حاسب. ليك ثلاث اسماء. ها؟ ثلاث اسماء. مدرس. كنت انا شغال على طول. لا كنت شغال على طول. مدرس ايه؟ ايوه هي دي. ايه صح؟ كيمياء. ايوه ليك ثلاث اسماء. عارف مين كان بيديك درس؟ طبعا مش عارف. صور طلع صور طلع واحد كده. كان بيديك درس معانا في المدرسة؟ كيمياء. استنى بس افتح البتاع الوقت. وقف وقف ما تصورش. كان بيديك درس؟ كان بيدينا درس معانا في المدرسة؟ يوسف النيدي. جبت صورة يوسف النيدي يا ابني. جبتها منين؟ الصورة دي اللي هو كان وريها لك بتاعتها ولا جبتها منين دي؟ هو ده. ولا عمري اعرف انا يوسف النديدي. انا ما اعرفش انا نفسي ما اعرفش يوسف النديدي. تخيل انت بقى لو كنت لبست انا الصوره دي على الكمبيوتر. وختاما لهذا اليوم احب اقول لكم انا اللي كنت بصور يعني. طب تيجي نلعب لعبه ثانيه؟